لي وقالت لي انك عاملاها مناح. ما رحتيش معاه؟ واروح معاه ليه؟ عشان اتحسر على نفسي واشوف ابني وهو فرحان بابوه ومكسوف مني؟ لا مستعر، خليها مستعر، لزوم الافوره يا اوفر. ايه المشكله؟ مش فاهم. وعلى فكره لو كنت متجوزه شريف برضو كان هيختار انه يروح مع ابوه عشان ابوه طيار، وكل الولاد اللي بسنه عايزين يبقوا طيارين، وكل الولاد اللي بسنه جايبين ابهات مش امهات عشان الامهات كلها فقر زيك. ما تقعديش بقى تقولي لي مكسوف ومش مكسوف. انا اللي مكسوفه. من ايه؟ من نفسي. انا ايه؟ ايه ايه؟ انا اقدر اعمل ايه ولا حتى عايز اعمل ايه؟ على راي علي عايشه في دور الست المضيفه وانا بقالي اكتر من 10 سنين ما شمتهاش، ولما نزلت علشان ادور على شغل ما لقيتش حاجه ولا عارفه اروح في حته عشان انا ما اعرفش اعمل حاجه خالص في الدنيا دي. ما اعرفش اعمل حاجه وفاشله. ما تقوليش كده يا ساره، انت مش فاشله يا بنتي. طب ما تشتغلي وتتعلمي حاجه جديده. مين اللي هيستحمل ان هو يعلمني من اول وجديد؟ مين؟ مليون شغلانه، مليون شغلانه مش محتاجه خبره. انت لما اشتغلتي مضيفه انت كان عندك خبره؟ لا. طيب بس كان عندي وقت، كان عندي عمر، وكان عندي احلام ورديه كلها ضاعت في الاسفل عشان انا فشلت. انت لسه عندك وقت على فكره. هو مين العيان هنا؟ انا عايزه اعرف. طب انا اقول ايه؟ عندك وقت وعندك كل حاجه. طب ما ترجعي تاني وتفكري كده عايز تعملي ايه؟ ده انت عندك فرصه، عندك فرصه تبتدي من الاول خالص يا ساره. فكري احلامي، عايز تعملي ايه؟ مش عارفه، اكيد مش هتشخلع زي اختك يعني واروح ارقص الزومبي بتاعتها. زومبي انت بتقولي فيها؟ يلا قومي ونروح لها. يا شيخه طز فيك انت كمان. يا شيخه قومي بقى، بتخلي نكد.